الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. هذه الجريمة لم يكن فيها القصد الجنائي متحققا، وإنما كانت لتوصيل رسالة معينة. صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول المجلس. حكم القضاء براءة جماعية. تحسين بيئة الأعمال مناط بلجنة دائمة. طول الدورة المستندية لا يعني إلغاء الرقابة. الحكومة تكون دائما في مسهلة. مو صحيح اللي قاعد يصير هذا. إلغاء الرقابة معول بناء للفساد. الاعتماد الكندي يرسو في ميناء دار الشفاء. وفي النشرة وداعا للكوابيس. الفصل الأخير من قضية اقتحام مجلس الأمة أسدل الستار عليه بحكم محكمة الجنايات، والتي قضت برئاسة المستشار هشام عبد الله ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول المجلس. وكانت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية نظرت في قضية المتهمين بدخول مبنى مجلس الأمة على مدى عدة جلسات للاستماع إلى مرافعات محامي المتهمين والشهود، وكلفت الأمين العام للمجلس علام الكندري بتقديم كشف عن حرس المجلس يوم واقعة الاقتحام. هذا ما كنا نؤكد عليه سابقا، بأن هذه الجريمة لم يكن فيها القصد الجنائي متحققا، وإنما كانت لتوصيل رسالة معينة، وهذا فعلا ما اقتنعت فيه المحكمة اليوم ببراءة هؤلاء المتهمين بدخول مجلس الأمة في سنة 2012 الماضي. تشكيل لجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال أبرز ما نتج عن اجتماع مجلس الوزراء، والذي قرر اتباعها بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب الاختصاصات الموكلة لها. وتتكون اللجنة من عضوية كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء ووزارة العدل وبلدية الكويت، لتقوم بمهام متابعة الجهود الحكومية الخاصة بالإجراءات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير دوري يرفع لمجلس الوزراء بالمستجدات والمقترحات التي تراها محققة للهدف المنشود. في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، تعالت الأصوات النيابية الداعية إلى التراجع عن أي فكرة أو طرح أو توجه يصب في خانة إلغاء الرقابة المسبقة. وقال النواب إن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع تعزز الفساد وتدعمه. ربا بداح استطلعت آراء النواب بشأن الفكرة وأعدت التقرير التالي. لا شيء رسمي حتى الآن، فالرقابة المسبقة لم تلغى بعد، وكلما قيل لم يلقى في البرلمان أذانا صاغية من العديد من النواب. فالخطأ لا يعالج بخطأ مماثل، والبيروقراطية لا تحل بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، هكذا يقول أعضاء البرلمان. لا شك بأن هناك مشكلة تتعلق في طول الدورة المستندية أثناء ممارسة الرقابة السابقة، ولكن طول الدورة المستندية لا يعني إلغاء الرقابة، بل التحرك من أجل التخفيف والتقليل من هذه الإجراءات. فبالتالي الدعوة التي تطلق من قبل بعض الزملاء بضرورة إلغاء الرقابة السابقة هي بحد ذاتها كارثة. النائب خليل الصالح اعتبر في تصريح للراي إن إلغاء الرقابة المسبقة تشرع الباب أمام تمرير ما هو مخالف للقوانين،
فيما اعتبر أن أبو أسامة الطاحوس الخطوة بالكارثية. أمر معين الذي هو أشارت إليه الحكومة بأنها تريد إلغاء الرقابة السابقة، هذا يدل على أن حكومة تدين حكومة، فمن الحكومة التي تدان الحكومة ولا من الحكومة المدانة؟ المشكلة أن حكومة دولة الكويت تدين إجراءات حكومة دولة الكويت. تكون إلغاء الرقابة المسبقة يمكن لتسهيل الإجراءات. في جميع دول العالم الحكومة تكون دائما في مسهلة، كل جميع الإجراءات تكون سهلة، لا تكون معانا بالطريقة هذه التي نسميها بالبيروقراطية. قضية أنك أنت تيجي تحاسب في الوقت اللاحق هذا بعد فوات الأوان، هذا خطأ، خطأ كبير أبدا. الرقابة اللاحقة أساسا تأكيد لأي عملية فساد، وأكو فرصة لإخفاء الفساد. مو صحيح اللي قاعد يصير هذا. أعتقد الرقابة في كل فترة من فترات الوضع الحالي، وهو رقابة حالية موجودة مسبقة، هذا شيء زين حتى تستطيع أن تشخص العملية بشكل صح، ويكون هناك التزام، يصير احترام لقانون الدولة. وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد وبالتزامن مع ترتيب الكويت في قائمة أكثر الدول فساداً في المحيط العربي بالمرتبة الثامنة، يشدد أعضاء البرلمان على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والنيابية والشعبية أيضاً للحد من تفاقم الظاهرة التي بدأت تتغلغل في مؤسسات الدولة. رباب بداح، الرأي. إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بطلب استيضاحي حول الاستجواب المقدم بحقها من النائب حمدان العازمي، حيث قالت الرشيدي في طلبها إن بعض عناصر الاستجواب المقدم لها من النائب العازمي اشتمل على غموض في معرض كان يجب فيه البيان حتى يدرك المقصود منه ويحاط قارئه علما بمعانيه حتى يتمكن من التفنيد. ضمن استعدادها لتأمين تغطية الوفود الرسمية المشاركة في القمة الخليجية العربية، أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق بعض الطرق خلال مواعيد استقبال الوفود لمدة ساعتين، تبدأ من 12 ظهرا وتستمر حتى 2 بعد الظهر غدا وبعد غد، تزامنا مع انطلاق أعمال القمة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد يوسف الخدة. ما هي الطرق التي سيتم إغلاقها؟ طبعاً حياك الله سميرة. الله يحييك. طبعاً الطرق اللي راح تسكر باكر، طبعاً إحنا عندنا طرق راح تحول وليس إغلاق. طبعاً عندنا طريق الملك فيصل من المطار الأميري حتى دائري الخامس، بالاتجاهين هذا راح يكون مسكر. طبعاً اللي قادم من المدينة على طريق الرياض راح يحول على الدائري الخامس، سواء باتجاه السالمية أو باتجاه الجهرة. ايضا عند شارع ابراهيم المزين اللي هو خالد بن عبيد سابقا، هذا بالاتجاهين راح يكون مسكر، يعني اصحاب اللي ساكنين بالشهداء والزهره راح يستغلون الدائري السادس، واللي ساكنين بالسلام والصديق راح يستغلون الدائري الخامس. نعم، اذا الطرق البديله هي الدائري السادس وايضا الدائري الخامس. الدائري الخامس الملك فهد مفتوح، حيل مفتوح، بس الوصله عندنا اللي هي من المطار الاميري حتى الدائري الخامس، يعني الملك فيصل من المطار حتى دار الخامس، هذا اللي راح يكون مغلق. نعم سيدي، ما هي النصيحة التي تقدمها لقائدي المركبات في هذا الوقت؟ طبعا احنا ما سكرنا هذا الطرق لسلامة مواكب أصحاب السعادة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون اللي راح يحضرون مباشر، إن شاء الله راح يكون طولهم من الساعة 12 إلى الساعة 2. نتمنى من الجميع أن يتعاون مع رجال المرور، وأنه ما يوقف ويحاول أنه يطوف بسيارته من أماكن التحويلات، لأنه أصلا مو مسموح لأي مركبة أو أي سيارة أن تكون موجودة على خط سير المواكب. نعم، العقيد يوسف الخدة شكرا جزيلا لك. مستشفى دار الشفاء نظمت احتفالية للإعلان عن حصولها على الاعتماد الكندي للعام الحالي من المجلس الكندي لاعتماد المستشفيات، وذلك نظرا لالتزامها بالجودة والسلامة في مجال الرعاية الصحية. وبهذا الصدد أكد العضو المنتدب في مستشفى دار الشفاء طارق شراق التزام المستشفى بتطوير جودة خدماتها على كافة الصعد، وحصلت المستشفى على الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي تزامنا مع احتفالها باليوبيل الذهبي على تأسيسها. نرحب بكم أجمل الترحيب بحضوركم ومسياتنا هذه،
والتي يشكل فيها يشكل حضور السيد جورج والسيد أوديب دليلا إضافيا على عمق وجدية شراكة مستشفى دار الشفاء مع الاعتماد الكندي. وانتهز المناسبة لأؤكد لكم على التزامنا الراسخ والدائم بدعم المستشفى في تطوير جودة خدماتها وتوفير كل ما تحتاجه مسيرة التطوير هذه على كل الصعد. ومن جميل الصدف أن نحتفل بحصول المستشفى للمرة الثالثة على شهادة الاعتماد في مناسبة يوبيلها الذهبي. تأكيدات على أهمية الحريات الإعلامية والحرص على إنمائها وتطويرها في الكويت جاءت على لسان وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود خلال حضوره حفل الخريجين والمتفوقين والمتميزين دفعة العام 2013 والذي ينظمه نادي الإبداع الإعلامي في قسم الإعلام بجامعة الكويت. إن أهم ما يميزنا تلك الحريات التي كفلها دستورنا منذ نشأة دولة الكويت والتي دفعت الصحافة إلى أن تكون حقيقة السلطة الرابعة والعين الساهرة على الدفاع عن مصالح الكويت وشعبها، وهذا توجه نحن مستمرون به مهما اشتدت الضغوط انطلاقا من إيماننا بأهمية الإعلام في تثقيف الرأي العام والدفع نحو التطور والتنوع والحرية. إنه فخر كبير أن تحتفل كلية الآداب بحضور ورعاية شخصيات رائعة بتكريم خريجي قسم الإعلام الواجهة الجميلة لكلية الآداب، لكي تقوم هذه الكوكبة من الخريجين بخدمة وطننا الغالي الكويت. ولكن العطاء عند الجميع وعلى رأسهم الإعلاميين يقتضي الأمانة والإتقان والمثابرة. وكيلة وزارة الدولة للشؤون الشباب الشيخ زين الصباح أكدت أن الهدف الرئيس من إقامة ماراثون لا للتنمر الذي نظم الجمعة الماضية هو تشجيع مبادرة شبابية وطنية إنسانية مقدمة من قبل شباب كويتيين يعملون بإخلاص تجاه تسليط الضوء على موضوع التنمر. وقالت الشيخ زين إن الماراثون الذي أقيم تحت رعاية الوزارة وحضورها وعدد من المسؤولين يهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف في الكويت، مشيرة إلى أن العنف للأسف موجود في جميع فئات المجتمع. أداء على نغمة التباين، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. من جديد أهلا بكم. على نغمة متباينة من الارتفاع والانخفاض جرت تداولات المؤشرات في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع بلغ 0.64 من النقطة، في حين أنهى المؤشر السعري تداولاته متراجعا ب 13 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فقد أقفل تداولاته صاعدا ب10 نقاط، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق حوالي 27 مليون دينار. وللمزيد عن أداء السوق ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي فهد الصقر. ما سبب تباين أداء المؤشرات؟ مرحبا أختي سميرة، أهلاً ومرحبا أخوان المشاهدين تلفزيون الراي. طبعا تداولات اليوم يمكن جاءت يمكن أكثر حدة من الأيام السابقة، خاصة في آخر 3-4 جلسات من الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع. شاهدنا اليوم انخفاض شديد وبداية الجلسة ولاحظنا هناك في نوع من الارتفاعات. أعتقد اليوم القيمة المتداولة والتخوف اللي شاهدناه على سهم ميادين بالأخص على في جلسة أمس، أعتقد أعطى إيحاءات كثيرة وتخوف كثير من المتداولين، خاصة على الشركات الصغيرة، خوفا من أن تحدث لها كما حدث لشركة ميادين في جلسة أمس. نعم، هل تتوقع أن يستمر هذا التباين في جلسة الغد؟ أنا أعتقد التباين هذا حيستمر إلى نهاية، حتى ليس الغد فقط، إلى نهاية السنة المالية حتكون سمة التداولات والتذبذبات باتجاه الهابط أكثر من اتجاه صاعد. نعم، المحلل المالي فهد الصقر شكرا جزيلا لك.
أزرق الصالة يتعادل ويتصدر. التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. خطف فريق القادسية فوزا ثمينا من غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة فريق الكويت، وألحق به الهزيمة الأولى في بطولة الدوري العام لكرة السلة، وتمكن الأصفر من قلب نتيجة اللقاء في الثواني الأخيرة بعد أن كان متأخرا بفارق 16 نقطة في آخر دقيقتين لينهي المباراة لصالحه بثمانين نقطة مقابل 78. وبهذا الفوز ينفرد القادسية بصدارة الدوري العام برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، وحل خلفه الكويت ب 11 نقطة من 6 مباريات. الحمد لله، ابارك حق جماهير القادسية بالمباراة. ديربي الكويت القادسية معروف، ديربي السلة الكويتية. الحمد لله قدرنا نتفوق عليهم آخر شوط، كانت مباراة وايد صعبة على الفريقين، 5 فاول هنا و5 فاول هناك، يعني كان في نقص عندنا ونقص عندهم، بس الحمد لله قدرنا نسكر الثغرات على آخر شيء، توفقنا عليهم على آخر شيء. الحمد لله أبارك حق الجمهور وتو الناس على الدوري، للحين إن شاء الله نصعد 6 ونقدم أفضل إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله على كل حال، يمكن الناس عبالها المباراة انتهت، باقي دقيقتين، فرق 15 نقطة، لا القادسية موجود، هذه كرة سلة، فرق 15 نقطة بس المباراة ما انتهت، الفريق الثاني نام شوية، بدل لاعبين، والحمد لله ما استسلمنا وخذينا الجيم، يمكن مثل ما انتم شايفين باخر الثواني. تعادل منتخب الكويت لكرة القدم للصالات مع نظيره العراقي بهدف لكل منهما في منافسات الجولة الثانية من تصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في فيتنام العام المقبل. وتصدر الأزرق نظيره السعودي في الجولة الأولى بستة أهداف لثلاثة، وسيلتقي الأزرق نظيره القطري ومن ثم اللبناني يومي الأربعاء والخميس على صالة نيلاي في ماليزيا، وتضم مجموعة الكويت منتخبات قطر والعراق والسعودية ولبنان. أشاد رئيس النادي الكويتي للرماية دعيج العتيبي برجالات النادي في دعم مسيرته من خلال تنظيم البطولات السنوية. وقال العتيبي في ختام بطولة الشيخ جابر عبد الله الصباح إن النادي يقيم بطولات سنوية في مختلف المسابقات تقديرا للشخصيات التي تدفع مسيرته في تحقيق الإنجازات للرياضة الكويتية في مختلف البطولات الدولية. أحمد العفاسي. نشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة العزيزة على قلوبنا، تحمل اسم الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح حفظه الله، أحد مؤسسي رياضة الرماية في دولة الكويت، واللي ساهم بانطلاقاتها الأولى حينما كان محافظ لمدينة الأحمدي في دعم رياضة الرماية، وتقديرا وعرفانا من أعضاء مجلس إدارة نادي الرماية ينظم نادي الرماية الكويتي مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي سنويا بطولة تحمل اسم سمو سعادته لدعمه الكريم والمستمر لتطور رياضة الرماية في بلدنا الكويت. بددت دراسة علمية أمريكية جديدة حكمة شعبية ترعرعت عليها الأجيال، حيث أكدت أن تناول الجبن قبل النوم يولد أحلاما جميلة ويبعد الكوابيس المزعجة. إن تناولت الجبن قبل النوم ستأتيك الكوابيس حتما، هذا على الأقل ما تقوله الحكمة الشعبية، لكن دراسة علمية أمريكية جديدة أظهرت العكس مؤكدة أن الجبن يعكس الأحلام الجميلة. وفي تفاصيل الدراسة، فإن تناول وجبة خفيفة من الجبن قبل 30 دقيقة من الخلود إلى النوم يولد أحلاما رائعة ويبعد الكوابيس المزعجة، إلا أنه بحسب العلماء فإن للجبن أنواعاً وتأثيرات مختلفة. فعلى سبيل المثال، فإن التأثير الأجمل على الأحلام يأتي من تناول الجبن الإنجليزي الأزرق،
فيما كان التأثير الأقل من جبنة تشيدر، حيث لم يرى من تناولها قبل النوم أي شيء في منامه على الإطلاق. ومهما كانت نوعية الأحلام، فإن الاستفادة الصحية من تناول الجبنة هو المؤكد، حيث يشير الأطباء إلى أن تناول قطعتين من الجبن يومياً يساعد على تجنب الإصابة بمرض هشاشة العظام، كما أن تناول 1000 ملغ من الكالسيوم يومياً الموجود في الجبن يحمي البالغين من المرض. سمر شديق نمور، الراي. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.